نفت وزارة الكهرباء في حكومة بغداد أن تكون عقود الخدمة والجباية في قطاع الكهرباء تأتي ضمن عملية الخصخصة، وأكدت الوزارة أن العقود التي تم توقيعها هي عقود شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وأوضحت أن مدة العقود تصل لخمس سنوات قابلة للتمديد، إضافة لتقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات. قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب سرحان حسن إن أعضاء اللجنة يعدون حالياً ملاحظات حول مشروع الموازنة لعام 2018، وبيّن حسن أن هذه الملاحظات ستجمع بشكل كامل في تقرير شامل سيتم مناقشته في البرلمان. مشروع الموازنة سيجرى مناقشته من جميع النواحي قبل طرحه أمام البرلمان للتصويت. فرضت الحكومة في بغداد ضرائب تصل لثلاثة أضعاف على السلع المصدرة من مصانع أربيل إلى المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق، وبيّنت غرفة التجارة والصناعة في السليمانية أن المصدرين يواجهون ضغوطات كبيرة عند نقل منتجاتهم من محافظات كردستان العراق عبر نقطة جمارك صفرة قرب منطقة حمرين بسبب التضييق الذي تمارسه الحكومة في بغداد. أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق عن قرب إطلاق شركة لضمان الودائع بمجرد الانتهاء من تأسيسها، وأشار العلاق إلى أن الشركة الجديدة ستشكل نقلة في القطاع المصرفي، مضيفاً أن البنك المركزي بدأ بإلزام الدوائر والمؤسسات الحكومية بتوطين الرواتب، كما أكد أن عدداً من الوزارات أنجزت هذه الخطوة بشكل كامل. دعا مصرف الرافدين الموظفين المتقاعدين لمراجعة فروعه في العراق لاستكمال كافة الإجراءات القانونية ومنحهم سلفة 30 ملايين دينار. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له إن المتقاعدين الذين يحملون إحدى أدوات الدفع الإلكتروني سوف يحصلون على السلفة وبدون كفيل. كشفت عضو لجنة الاقتصاد النائب نور البجاري أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة للتبادل التجاري بين بغداد ودمشق في مجال المواد الغذائية والطبية والأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى أن العراق يستورد سنوياً من سوريا سلعاً ومواد تصل إلى 3 مليارات دولار، وبيّنت أن الطرفان يسعيان لإعادة فتح المعابر البرية الحدودية. قال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي إن 40,000 وحدة صناعية معطلة في العراق بسبب عدم حماية المنتج المحلي، وأوضح أن هذه المنشآت كانت تعمل قبل العام 2003، ودعا الأعرجي لإعادة تفعيل هذه المشاريع من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والشركات العالمية.